Hello everyone, welcome back. This is Dina Muhammad. أهلا بكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. I really miss recording these videos because I feel like I'm improving myself while I'm recording these videos. فعلا بحس إن أنا بتحسن جدا لما بسجل الفيديوز دي، لأني بحس إنه أنا مستمرة بتكلم إنجليش يعني حتى في أيام الأجازة. ف thank you so much. واتمنى يا رب انه يكون بيفيدكم انتوا كمان ان شاء الله رب العالمين. ربنا يوفقكم ويعينكم وييسر لكم كل اموركم يا رب. Today we are going to start unit 12. This means that we still have about 5 units left and we're gonna finish this book. هنخلص الكتاب ده ان شاء الله. لما نخلص ال 5 units اللي باقيين، هو الكتاب عبارة عن 16 units، فاحنا already we have finished 11 units and we are going to start unit 12 today. And of course, like this, we are almost done. يعني نقدر نقول إن إحنا قربنا إن شاء الله رب العالمين. بفضل الله طبعا وتوفيقه، يعني الحمد لله رب العالمين. لكل الناس بقى اللي بيسألوني كتير جدا جدا على الخاص، على كورسات أخرى أو كده، فبس انتظروني شوية إن شاء الله رب العالمين. هعلن لكم على كورسات قريب جدا جدا للي عايز يدخل فيها، طبعا للي يحب طبعا. هتكون أونلاين بإذن الله رب العالمين. قريب جدا هقول لكم بقى التفاصيل بتاعتها، لان ناس كتير جدا بتسالني في التفاصيل وهتكون ازاي، بس انا مش بحب اوعد بحاجه لما ابدا فعلا اخطط لها، اشوف هيحتاج مننا كام ساعه في الاسبوع، شغل الاليه هتكون ازاي، وبعد كده ان شاء الله نعلن عن التفاصيل. ده هيكون قريب جدا ان شاء الله رب العالمين. فجست يعني ايه، انتظروا بس شويه ان شاء الله. طيب today we are going to start unit 12 and the title of the unit is How do you feel? طبعا feel يعني يشعر، فأحيانا أول ما نسمع السؤال ده ممكن يجي على بالنا اللي هو مثلا I feel happy, I feel sad, I feel disappointed, محبط, I feel thrilled, thrilled means very happy, THRILLED, thrilled يعني فرحان جدا مبسوط جدا. But sometimes you feel sick, مرات بقى بتكون تعبان أو مريض لا قدر الله يعني. ربنا يحفظكم. And you can't express this in English. The main problem here is that you don't know how to express the pain that you feel. المشكلة الأساسية بتكون إن أنت مش قادر توصف الألم اللي أنت حاسس بيه. Why? Because you don't know exactly the names of your parts of the body. يعني أنت بتكون المشكلة الأساسية إنه أنت مش عارف تقول أجزاء جسمك بالإنجليش إزاي، فبالتالي you can't express the pain that you feel، فبالتالي مش بتقدر تعبر عن الألم اللي أنت حاسس بيه لأنك مش عارف طبعا أجزاء جسمك. That's why this unit is gonna talk about this topic or is gonna tackle this topic. And of course, first of all, we are going to learn the names of parts of the body. Parts of the body يعني أجزاء جسمنا in detail بقى بالتفصيل. طبعا احنا عارفين head, hair, head, shoulders, knees and toes، الأغنية اللي كل الأطفال اللي في العالم حافظينها دي، كلنا عارفين الكلام ده، بس we need more specific words for more specific parts and so on. That's why we are going to start by learning the names of the parts of our bodies. هنبدأ نتعلم مع بعض أسماء أجزاء جسمنا. Of course, this is something very ridiculous for doctors, for example, because they know these parts very well. It depends on your study or on your field. بيعتمد طبعا على الحقل او دراستك. انت ممكن دكتور مثلا او دكتوره طبعا من اللي بيتابعونا يقول لك دي حاجه سخيفه جدا، ايه السخافه دي؟ It's okay, it's ridiculous for you but not for us. تافه بالنسبه لك لانه دي مجال دراستك، بس بالنسبه لنا لا، it's not. Okay, so we start with these words. Of course, the first word is back, the back, the back of the body. What's the meaning of the back? الظهر يعني the part of your body that is opposite to the front. يعني الجزء المواجه للجزء الأمامي. طبعا this is the front part of your body. The back is the part of the body that is opposite to the front. يعني الجزء المواجه لي. الظهر طبعا. Okay, the next one is shoulder. One of the two parts, one of the two parts of the body at each side of the neck. Neck اللي هي الرقبة أو العنق طبعا. So one of the two parts of the body, واحد من اتنين اللي هو إيه بقى؟
بالاتجاه اليمين او الاتجاه اليسار اللي هو الكتف. shoulder shoulder shoulder. chest chest اللي هو الصدر. طبعا طبعا الناس اللي بتلعب جيم ورياضة عارفة الكلام ده كويس جدا. it's easy for them. chest the upper front part of the body in humans. the upper front part the upper العلوي front الأمامي الجزء part the upper front part يعني الجزء الأمامي العلوي of the body of humans للإنسان and طبعا and some animals of course. arm اللي هو الذراع الجزء ده من الإيد اللي هو الذراع arm 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 and then we have the stomach 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 stomach. It's the part of your body where food is digested. Digested. Digested يعني بيهضم. فالمعدة stomach stomach is the part of your body where food is digested. هو الجزء من المعدة اللي بيتم هضم الطعام فيه. Okay, let's move on. We have here of course ankle. ankle اللي هي طبعا الكاحل او العظمه اللي بتكون في الرجل دي ankle. طبعا لعيبه كره القدم على علم جدا بالموضوع ده عنده اصابه في الانكل ankle. and then we have the foot 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 قدم واحده بس قدم واحده بس foot 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 the part of your body that touches the ground when you walk. الجزء من جسمك اللي بيلمس الأرض لما بتكون ماشي. And of course the plural is feet. لما أتكلم بقى عن الاتنين الرجلتين يعني القدمين فبقول feet feet feet. Then we have toe toe اللي هو إصبع القدم. طبعا الأغنية مشهورة جدا head shoulders knees and toes knees and toes toes اللي هي أصابع القدم toes toes. واحد بس طبعا بيكون toe. knee and the K is a silent letter, so please don't pronounce it. Don't say knee. No, the K is a silent letter here, so we never pronounce it. We start from the N sound like knee. وطبعا لو لاحظتوا دي تعتبر يعني من القواعد إلا لو في شواذ. تعتبر من القواعد قواعد النطق في الإنجليش إنه لما بيجي K وبعدها N, so the K is silent. Okay, like the word knee مثلا ركبة. هنا طبعا knee يعني ركبة زي كلمة knife سكينة for example knife knife. So K K N N ببدأها بحرف ال N على طول. عندنا كمان إيه يا ربي knock يعني يخبط على الباب for example knock the door before you enter knock the door before you enter enter. So the K N always or most of the time says say n. Okay, then we have leg اللي هو الساق طبعا leg leg. and then we have wrist wrist اللي هو المعصم اللي هو الجزء ده من ال بيسموه ايه بالعربي الرسغ الرسغ او المعصم بيسموه بالانجلش بقى wrist wrist. طبعا هنا كمان ال w ال w silent we don't pronounce it so we start from the r sound wrist wrist. then we have hip hip اللي هو الخصر او الورك. عشان كده دايما في المقاسات لما تيجوا تاخدوا مقاسات او تطلبوا اونلاين طبعا دي حاجه بقت مشهوره جدا دلوقتي فبيسالك عن السايز بتاع الهيب اللي هو الخصر الخصر بتاعك. so then we have here this is of course the hand اليد طبعا this one is the hand كلها على بعضها كده الهاند. وبعدين عندنا هنا fingers الأصابع finger لو بتكلم عن واحد بس و by the way كل واحد فيهم كمان ليه اسم يعني but it's not our topic today. عندنا بس ده اللي هو thumb 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 and the B is silent we don't pronounce it thumb thumb. then we have elbow elbow اللي هي منطقة الكوع هنا المنطقة دي اسمها elbow elbow. okay let's go up and see what we have here we have yes Here we come to this part. طبعا هنا يعني in detail أكتر بيقول لنا إيه اللي موجود in our heads في رأسنا. طبعا كل الرأس على بعضها طبعا اسمها head head. then we have hair الشعر طبعا hair. then we have ear ear الأذن. then we have neck neck الرقبة أو العنق طبعا neck neck. then we have tooth if we are talking about just one لو سنة واحدة فبقول عليها tooth لو الأسنان كلها of course all of them so I say teeth and take care of the
sound. Okay, then we have chin, chin اللي هي منطقة الذقن, chin, chin. Then we have throat, throat اللي هي الزور. علشان كده لما بيكون عندي التهاب في الحلق بقول I have a sore throat. Okay, هنسمعها بعد كده. And then we have mouth, mouth. And then we have nose, nose. Eyebrow, eyebrow, eyebrow اللي هو الحاجة take care when you study new vocabulary. خدوا بالكم وانتوا بتدرسوا الكلمات الجديدة ان هي it's just one word, كلمة واحدة. هما طبعا مكونة من كلمتين I و brow بس without any space, ما فيش مسافة بينهم. فهي كده بتعتبر حتى لما بيجي يعد, لو انا كتبت كلمة في essay او paragraph or whatever بعد كده, فلما بدرس من وانا بدرس من المستوى المبتدئ, لما باخد بالي من الكلمات دي هل هي كلمة واحدة, في مسافة, ما فيش مسافة, في شرطة بين الكلمتين, فالحاجات دي فعلا بتسهل عليا بعد كده جدا, لان دي بتعتبر اخطاء في الكتابة الاكاديمية. يعني هو مثلا لو انت بعد كده جيت كتبت له اي وخليت مسافة وكتبت برو, فبالتالي الكلمة بيعتبرها الى حد ما خطأ, لانه او بيعدها لك من الاخطاء لانه هي it's one word without any space. فمهم جدا وانا بدرس من البداية اني اركز مع التفاصيل دي, وخصوصا ان هي حاجة صعبة, يعني مش سهلة. I know مش سهلة اني انا اركز مع كل كلمة, بس لما بحفظها صح من اول مرة خلاص مش بيكون صعب عليا بعد كده اني اتذكرها. وخصوصا كمان انه الموضوع ملوش قانون, يعني مفيش قانون بيقول لي انه امتى اسيب مسافة وامتى احط شرطة, او مفيش اي قانون, هي الكلمة انا بحفظها كده زي ما هي, that's all. Okay, and then we have of course I, if I'm talking about just one, but if I'm talking about both of them, so I say eyes. Okay, so these are our body parts, دي أجزاء جسمنا. But before we move on, let's listen to them from native speakers and please try to pause the video and repeat after them if there is no time. لو حاسس انك قادر تكرر already وانت بتسمع خلاص don't pause, but don't pause, but please, please try to repeat. Try to repeat. Let's go. Unit 12. How do you feel? Page 78. Exercise 1. Word power. Parts of the body. Part A. Listen and practice. I. Hair. Head. Ear. Neck. Tooth. Teeth. Chin. Throat. Mouth. Nose. Eyebrow. Back. Shoulder. Chest. Arm. Stomach. Hip. Wrist. Leg. Knee. Ankle. Toe. Toes. Foot. Feet. Elbow. Finger. Fingers. Thumb. Hand. Okay, so now we can move on to the conversation part. Please try to look at the picture and describe it. What can you see here? Can you please think for a while? ممكن تفكروا كده لدقيقة. What's going on? What's wrong? What's wrong? It seems that they are two colleagues at work. واضح جدا ان هما اتنين زملاء في الشغل. For example, at work, colleagues at work. Colleague يعني زميل. Colleagues at work. And one of them just feels not good. حد منهم بيتألم. He feels not good. مش حاسس انه كويس. And
I don't know, maybe he has just eaten something bad. We don't know, we are just guessing. His colleague is offering him help. زميله بيعرض عليه مساعدة. Maybe we are just guessing. احنا بس بنخمن, we don't know. Okay, now I have a question for you. What's wrong with him? What's wrong with him? We are going to listen to the conversation and then we are going to answer the question. Let's go. Just a minute. Or let's listen as usual without looking at the conversation. نسمع الأول قبل ما نشوف المحادثة وبعدين نسمع مرة تانية وإحنا شايفين. Let's go. Page 79. Exercise 2. Conversation. You want some tea? Listen and practice. Hi, Nathan. How's it going? Oh, hi, Craig. Not so well, actually. I don't feel well. Yeah, you don't look so good. What's wrong? I don't know. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, can I get you anything? Do you want some tea? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Call me if you need me. So, what's wrong with him? Yeah, exactly. He has a stomach ache. A stomach ache. كلمة ache يعني ألم من الكلمات اللي بشبكها كده A-C-H-E بشبكها في أي حاجة بتديني ألم معدة، ألم راس، هدك، هدك هي الكلمة دي اللي في آخر كلمة هدك، stomach ache نفس اللي سمعناها قبل شوية وهكذا. كلمة ache من الكلمات اللي بضيفها فبتديني معنى ألم في البارت ده أو ألم في الجزء ده. Okay, so I think it's clear that he has a stomach ache. Stomach ache. كلمة واحدة, one word. Try to focus. حاولوا تركزوا في الموضوع ده. Stomach ache. Stomach ache. Okay, لما أجي أسأل عن حد أقول له what's wrong؟ لو أنا شايف إنه في حد عنده مشكلة أو بيتألم or whatever, حتى لو حد عنده مشكلة أو بيبكي أو كذا, فممكن تقول له what's wrong? This is the right expression to use in such a situation. What's wrong? What's wrong? لو انت مش حاسس انك كويس تقدر تقول I don't feel well. I don't feel well. I don't feel dark L and well dark L. I don't feel well. لاحظوا كمان كلمة actually. Actually من الكلمات الستارترز اللي بستخدمها في conversations عشان أبدو more natural and more native. استوميك ايك خلاص قلناها, وبعدين لو انا سمعت بقى عن حد انه تعبان او بيتألم فمقفش بقى كده اللي هو بلم وما اعرفش اقول ايه, لا ممكن اقول له oh that's too bad, يعني that's too bad ان انت زعلان للخبر ده ان هو تعبان او بيتألم يعني. في كمان expression اللي هو do you have the flu, have the flu هل عندك برد, نفس الاكسبريشن بالعربي عندك برد, do you have عندك, do you have the flu, No, I just feel really sick. Really sick. ده expression كده بندرسه بعد كده في الكتاب الثاني أو الثالث, I think. اللي هو لما أجي أوصف sick بأدverb and not an adjective. فبقول I really, I just feel really sick. يعني كأني بقول very sick. Well, can I get you anything? فاكرين anything, something? This is a question, so here we use anything. Do you want some tea? ممكن استخدم some في السؤال بس اللي هو للعرض, بتكون بس للأوفر اني بعرض شيء. Do you want some tea? Do you want some coffee? Do you want some so and so? في الحالة دي بتكون مقبولة. دي من الحالات القليلة جدا اللي بنتقبل فيها some على انها تستخدم في السؤال, لكن القاعدة الأساسية بتاعتنا اللي هي any مع النفي والسؤال وsome مع الجملة المثبتة. اوكي, برضو well من الستارترز الكويسة جدا في الكونفرسيشن, يعني well, well. Can I get you anything? Do you want some tea? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Pizza, لاحظوا not pizza, there is no z sound in it. It's pizza. Pizza. Is that okay? Call me if you need me.
اتصل عليا لو احتجتني. طبعا احنا بالنسبة لنا يعني الموقف ده ممكن يكون اللي هو ايه البرود ده يا عم، اقف ساعده، اعمل اي حاجة، اطلب له الاسعاف، اي حاجة يعني. اوكي now let's listen to the conversation. نسمع المحادثة واحنا بقى بنتابع الكلام. Please, please try to pause the video and repeat after that. حاولوا توقفوا وتكرروا because this is the best way to learn. Okay, let's go. Page 79. Exercise 2. Conversation. You want some tea? Listen and practice. Hi, Nathan. How's it going? Oh, hi, Craig. Not so well, actually. I don't feel well. Yeah, you don't look so good. What's wrong? I don't know. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, can I get you anything? Do you want some tea? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Call me if you need me. Okay, great. Please try to listen to the audio one more time. حاولوا تسمعوا وتكرروا because this helps you a lot with your intonation and with your pronunciation. ده اللي بيساعد جدا في ال intonation الصح وال pronunciation الصح. Here we go to the grammar focus. We move on to the grammar focus. And here we have some expressions to use when we talk about pain or when we talk about some part of our body that hurts us. لما بحب أتكلم عن الألم أو عن جزء من جسمي بيألمني في حاجة معينة، فممكن أقول I have the flu. I have the flu. أنا عندي برد. Flu طبعا يعني برد. I have the flu. And I can say feel plus adjective. I don't feel so good. أو I feel sick. Sick طبعا adjective صفة، فبقول I feel sick. I feel better. أشعر بتحسن. Okay. So here we have لو عندي حد عنده مشكلة وعايز أسأله مالك أو إيه اللي فيك، ممكن أقول له what's the matter, what's the matter or what's wrong, what's the matter or what's wrong. I have a stomach ache, I have a headache, I have the flu. طبعا هنا كمان أقدر أقول له how are you، كيف حالك طبعا، أو how do you feel، تشعر بإيه. I feel sick, I feel better, I don't feel well، مش حاسس إن أنا كويس. Here we have some useful adjectives to use when talking about things that we feel or about our feelings. So here we have horrible, horrible. طبعا يعني فظيع. أنا طبعا دي negative adjectives يعني صفات سلبية. يعني لو أنا بشعر بألم شديد جدا أقدر أستخدم these adjectives to describe the pain. So horrible, horrible يعني فظيع. Awful, awful, awful. نفس الشيء تقريبا بمعنى مريع أو فظيع يعني. Then we have terrible, terrible يعني رهيب. ده لما بحب أوصف حاجة negative, negative يعني سلبية، يعني ألم شديد أو ألم فظيع، ألم مريع، ألم رهيب. كل الصفات اللي فيها exaggerations دي اللي هي المبالغة يعني. Horrible, awful, terrible, miserable, miserable بائس. عارفين يعني miserable بائس. And then we have the positive adjective. إن شاء الله يا ربي كل حياتنا positive إن شاء الله. Fine, fine يعني بخير. Great, عظيم طبعا. Terrific, terrific. Terrific نفس معنى fantastic يعني رائع. Terrific, terrific. Okay, let's listen to this from native speakers and then we move on. Page 79, exercise 3, grammar focus. Have plus noun, feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a stomach ache. I have a headache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel sick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Horrible. Awful.
Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. Okay, that's great. And I think that's enough for today. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، كافي كده النهارده. ان شاء الله next Thursday we continue or we finish this unit. I'm gonna try to do this. So that's all for today. Thank you so much. If you've reached here، لو وصلتوا لاخر الفيديو، please don't forget to hit the button like and to subscribe if you haven't. Share this video with your friends who are interested in learning English. And see you next Thursday with a new video. Until then, stay safe and goodbye.